زوجها جاب ليها الكلب مشان يعمل معاها ليلة الدخلة بدلا منه، والنهاية كانت صدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد كتير غريب وراح نتعز منه. هاي القصة قبل ما احكيها، شير للفيديو ولايك للفيديو واشترك في القناة مشان وفعل جرس التنبيهات مشان يوصلك كل فيديو جديد. قصتنا اليوم صراحة قصة كتير غريبة ومقرفة، بس لازم نعرفها عشان نتعظ منها ونفهم منها شو عم يصير بالحياة، لأن في بعض الأدميين هم شياطين مرضى نفسيين في شكل بني آدم. القصة شو؟ أبنية كتير حلوة ما كانت مرتبطة بحدا، عادي لما يجي ابن الحلال بتزوج، اجاها ابن الحلال. هاي البنية كانت أصغر وحدة، جاها ابن الحلال من جنسية غير جنسية بلدها، زين طبعا مستوى مادي فاخر وسيارة المعرف ايش زين، وطبعا وافقت. ليش؟ لان هي ما عندها حدا، فعادي ابن حلال وجاني. البنت من يوم دخلتها لأسبوع وهي ما في حس ولا خبر عنها. شو صار من واقع حكي البنت؟ بقى ليلة الدخلة راحت على الفندق اللي هي مفروض حاجزة فيه هي والزوج، فهو خبرها انه لا انا مساوي لكم مفاجأة، انا عندي فيلا بعرف وين، وهي الفيلا راح نروح نقضي فيها شهر العسل في مكان كتير حلو، واحنا راح نكون الحنة ورومانسية. طبعا الزوجة مع زوجها عادي بتروح معاه ولو في النار. راحت معاه، اختها البكرية اختها الكبيرة بلشت تدق عليها كل يوم، يرد مين؟ الزوج. اختي كفت، يقول لها زين اعطيني اياها، مرة يقول لها نايمة، مرة يقول لها اصلا بالحمام، مرة يقول لها اصلا هي بالبول، المهم كان يتهرب كل شوي، المهم ما يعطيها اختها. زين المكان اللي هم كانوا فيه اختها البكرية عندها هي كمان بالفيلا في هذا المكان، يعني قريبة من اختها. كانت دايما تفكر اروح لهم، مو حلوة عريس وعروسة وهيك، طب خلينا مو مشكلة. لبين ما في ليلة الأخت الكبيرة دق باب بيتها، بتفتح لقت أختها واقفة قدام منها يعني شبه مو لابسة شي. انصدمت يعني ويلي شو هاد؟ أخذت أختها شعرها قد هيك، البنت مصدومة هيك ساكتة ما بتحكي، راحت سترة أختها ومفيقة جوزها، تعالى تعالى اسحب الحق شو صاير مع اختها، لا شو طلع، قال لها شو هاد انت كان وين كنتي؟ ما بتفتح، ما بتحكي. طب وين جوزك؟ ما بتحكي. دقوا عليه يا زلمة ما في، ما بيرد. لبين ما رد عليهم مرة واحدة قالوا له انت شو سويت باختنا؟ يقول لهم اختكم من ليلة الدخلة هربانة مني وانا عم ببحث عنها. اختها تقول له انت انسان كذاب، لك انت كل يوم دق عليك تقول لي اختي مرة بالحمام، اختي ما اعرف ايش. قال لها ما انا ما كان بدي اخبركم مشان ما تقلقوا عليها، وكنت انا ببحث عنها. راحت اخذ اختها هي وجوزها الاخت الكبيرة وراحوا على بالاخت على المشفى، كشفوا عليها قالوا لها اول شيء عندها انهيار عصبي، ثاني شيء جسمها فيه جروح وخرابيش نتيجة التهجم عليها، ثالث شيء لازم تسوين محضر. راحت حكت مع الدكتور هي وزوجها أختها الكبيرة مشان يفهموا شو صاير. فالدكتور قال لهم أنتوا الأول فهموني شو قصتها. قالت له يا دكتور هي تزوجت واحد ومن وقت ما تزوجت لليوم بنعرف عنها شيء، ندق عليها يقول لنا مرة بالحمام، مرة ما نعرف هي وين. لبين ما اجت عندي البيت فجأة لقيتها على الباب ما بتحكي، ويعني شبه مو لابسة شيء، وجبناها وجينا على هون. هلا اول شيء اختك عندها انهيار عصبي، تعرضت لشيء كتير قاسي ما تحملته. ثاني شيء اختك الجروح والعلامات اللي موجودة عندها وفي بعض الأماكن كتير حساسة عندها، هاي الجروح بسبب كلب. فالأخت اتصدمت قالت له شلون كلب؟ قال لها كلب اللي كان بيعتدي عليها كلب. قالت له يعني أختي ما دخل عليها زوجها؟ قال لها لا، أختك اتعرضت للاعتداء
عن طريق كلب، ولازم نساوي محضر بالوقعة وتجيبون هذا الكلب جزها اللي تفهموا منه كل شيء ويتحاسب. راحوا فعلا مساويين محضر، وبلشت الشرطة تعمل تحرياتها وهيك، فجابوا شو؟ جابوا الكاميرات إلا على باب بيت أختها مشان يشوفوا مين وصلها. المفاجأة، مين وصلها؟ الزوج، جايبها بسيارته وتركها قدام بيت أختها وفل. راحوا جايبين الزوج وجهوه بكل اللي هو سواه، طبعا ما بيعترف، بينكر كل شيء. لكن الكشف الطبي على الزوجة البنية هاي وضح كل شيء. بالنهاية لما ساووا تقييم نفسي للزوج وجدوا انه هو انسان مريض نفسيا، مرضه هو انه يرى العالم بتتعذب قدام منه، كل ما يشوف اللي قدامه بيتعذب كل ما هو نفسيا يكون احسن. هو ليه اسمه معين هذا المرض، فطبق مرضه على البنية، يعني هو خدها مشان يطلع عليها مرضه ويخليها مريضة. البنية طبعا هو في انتظار الحكم عليه للعمل الشين اللي هو سواه. البنت طبعا يعني مستقبلها اتدمر ونفسيا اتدمرت. اللي نتعز منه في هاي القصة شو؟ ابوها لما اجى يجوزها ما سأل على عريس، انبهر بالسيارة بحساب البنك بمظهره، بيعرف اتركك من كل هاد وخد الاساس نفسه. انا مالك حد ما يشغلني، انا بدي الاساس. لما يجيك واحد لبنتك انت ما بتعرفه وهو ما بيعرفك، حتى لو من دولة تانية، لك روح صح واسأل عليه وشوف اصله وشوف فصله وهو شو حكايته وتعرف عنه كل شيء. يعني هذا الاب لو كان سأل على زوج البنية وعرف عنه كل هاي الشغلات، كانت البنت خطية عليها، ما تدمر مستقبلها وصارت مرة ومريضة نفسيا، يعني اتدمرت. لما يجينا واحد طالب بنتنا، مو عيب ان انا اسأل عليك، وانت ما تقلق اني اسأل عليك، انت تقلق ان انا اسأل عليك لما يكون عندك شي بدك تخبيه علي. لكن طول ما انت زين ومثل الجنيه الذهب ما تقلق ان انا اسأل عليك. اسأل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ممكن مرة تسأل وتلاقيه شين، ممكن مرة تسأل وتلاقيه زين، وممكن مرة تسأل تعرف الحقيقة. لأن مرة ممكن تقابل واحد متضايق منه فيروح أعطيك فيه قنبلة، مش أن بس هو خلاص بينتقم منه، وممكن تقابل واحد يحكي لك عنه حكي حلو. فالصحيح إن إحنا بنسأل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وآخد مدتي أسأل وأسأل وأسأل لبين ما ارتاح وقلبي يطمئن. لأن أنا بعطيك بنتي، انا ما اعطيك بنتي. يعني هاي البنية اختفت اسبوع، والاب غلطان ان انت بنتك مختفية. ايه ماشي في شهر عسل، بس انا بنتي اطمن عليها واحكي معاها، يوم ما ادق عليها واقول لك اعطيني بنتي وتقول لي بنتي بنتك في الحمام ولا بنتك في البول ولا ما اعرف ايش، اقول لك اعطيني بنتي هلا. لازم تطمن على بنتك، ولازم حتى لو اتزوجت وصارت في عصمة واحد لازم تسمع صوتها وتطمن عليها وتقعد مع بنتك لحالك وتطمن، لان ممكن هي تحكي معاك حكي تخاف تقوله قدام زوجها. ولما تيجي تشتكي لك منه اسمع لها وتقول لها عيشي وعيشي وعيشي. المشكله لما تحلها من البدايه احسن ما تكبر. اتمنى ان الفيديو والقصه الواقعيه اللي نحن حكيناها نتعز منها، وخاصه الاباء والامهات زين، لان ولادنا هدول احنا كل راعي مسؤول عن رعيته، الله راح يحاسبنا عليهم. فديروا بالكم عليهم واكتبوا لنا رايكم في هاي القصه، واذا شي عندك شي قصه غريبه قصه واقعيه في الحياه وبدك ان احنا نعرضها اكتبها لنا في التعليقات وانا راح نعرضها ليك ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.